عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات توحيد كان إنك لي ما دطبان جير كان وحوهانا يا أدون كاسي كمن دول أعتق حريي 4 أنفس أفر قروض أفر نف ومن ولد إسماعيل. نبي الله إسماعيل ترن كيسية فر كيسية أبد كيسية بن آدم كان وحأفض بضن أخير بضن حق النصب كيدل الشدة ولد إسماعيل هذا ما هسيقود ما كور لقى قبطه عرب أخير بضن نصب أنا يا شرف أهان يا شرف بدن عربنا وحأوسي شرف بدن عربت نصب كيدو أوقلو نبي إسماعيل وانا سي عرب أبضن تاي أفر قويس كريا لقى صوريبا متفق عليه أفر قروض أو من ولد إسماعيل إناد حريسي لمتاي تبنجر إناد جراد تبنجر ذكر أسقا بقول كمالين كحدثة كبدرين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادك كلي وذا دك قاتين وذا ديس كهي يا عرب هدي أي قالوا ذول الله دقا علمه إيه ما لا أدون سنكرا مسمايا نمان باوحين عرب تكسو جدا نبي الله إسماعيل إما الإسلام وإما الصيف وي إن إسلامان يا إن سيف مرتم وين هي لما أدون سنكرا الصبي إنتين نقدان بيها رامي وبيرها فلو عروت عيرسي لما أرنكر نجدين با حتى فكرك كتغي ودا داقبا سيدنا عمر باللوتيريا جماعه من اصحابه كتغت حديث كان خوتو سايا هين اني ادوما نكون قرار هاي تاي حديث كان خوتو سايا ان عربت من ولد اسماعيل اي ادون سي جلي قرار أدون سجل الذي ذي ساعة الحجرة المهم قليها مركز إذا قوى جمرها العلم أي حديث كدليش هذا نبي الله يوم ولد إسماعيل أي شيء يا إن أدون سجل أمري قلنا واحد ما هي نبي حكاها الله يقول حكاية حال فرد وأرد حيفق المسألة هي حكاية حال هذي بعضه اللي هلو يا أضوم النبي إسماعيل كسو كذا أفر كم إذا أول حري وحلا فضيع نينك تبان جور تحيد كعلم بكو وضاي نبي قد أم بحها هيو عربي أو فرك إسماعيل ما الله أضوم سنكر عليه الصلاة والسلام يما يا نبي قام بحن بيلي إذا قاعد وصول جهيد بمشي إيمان يسوع ما سيق لمعنى ما سيق لمعنى لا يحتج في غير وقاعد أصول الأسكهاي هذا الكلو كان اي معنى ان لو عاديه هي مساله معناها معنى ان كان يا باب ان كان حجه كما نكون ايو حديث كذا محل لو كان وحا لو كان النبي هو شيغ انه ان درينسيو نتوسو فضلها يا قيمها اوليه اي ليده كلمه التوحيد اي موسى كان النبي حديث كانه عاديه عرب اسماء العرب الاسماعيليه الدونس ما كنت درسان كان مسميه هذه القاعدة وقاعدة أصولية مختلفة. الإمام الشافعي بحجيجتا في كتبه مسائل بضم بقول سوى فروع ولب الزكوات وكمدي هاي ما سيق لأجل معنى لا يكون حجة في غيره. جمهور وحيقة وين نقانيس. الدلة القرآن بين أدل الشذاذ. وحمل وفسالوا 30 شهرا. علوم قاتل سيدنا عين وكفهمي في وفصاله في عامين واسكو قبتي ايو حكاك يعني ان المرضى ما يستران مدد اوغيرا او كودا لانكار اوي هاي لح بلود لباسان هدي لنوچيني ولباتاني افر بلودا نوچين تيسو الناس كقوين تيسو اي اور كيسونا الهي ومالك الكوشة يعني صدن بلودا هاي اوركي اي نوچين تي اي كقوين تيبا صدن بلودا حقنا وحالقو شيغي قيبتا نوچين تي الناس كقوين تينا لباتاني افر بلود بس اي تاي لباتني أفر بلود يصدن كلا شر محاسو هاري لح بلود لح بلود وأقل الحمل معاني بضن الدلالة بضن بلغات دلالة الإشارة كمذا دلالة الإشارة أصل دموي المهم وقاعدة أصولية وخلاف كتير هذا هو مشغولين نينك قضاء إن عرب الإسماعيلية وأدونس يقلها أيها ذي قاليهن لا أدونس انكروا حديث كوي دليل شدان. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك
أبو ذر ما نكوش شيخه ما وأنا نكوش شيخ إن بحب الكلام إلى الله هذا الإيوار إلى كلوج عليه وارد إلى يكتيس اللوج عليه ما نكوش شيخه إن أحب الكلام إلى الله وارد مدة إلى وارد هذا الك إلى حق سميت كلوج عليه سبحان الله وبحمده الواقر قد وحيليه إن أحب الكلام إلى الله أي كلام المخلوقين باللوج إلى وأنا تأويل صح هو أحب الكلام إلى الله ومن كلام المخلوقين ملائكة إيا الرسوشة إيا أنبياء إيا آدمها انكالي ويري الشيغان أيق كتماضي لي مادان كان أقو خير بدن أما كلام الله وكب حسن قراءة القرآن قراءة القرآن أياك خير بدن بيد هذان وهل كاسي لمران رواه مسلم بحث كوريه وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه إنه صوم الرأي الطهور ويسد إيو قبيزك شرعك شطر الإيمان وإيمانك بركي أما وإيمانك قيب كمدأ والحمد لله إلهي ولما هدينا تملأ الميزان ميزانك آخري بحساء حساباتك وسبحان الله والحمد لله إسراعيانا تملأني وحيب حشان أو تملو وحيب بحسام مدود وقول الله شيء أما أيق ولا الصعدة ما بين السماوات والأرض عرض أنت ولا حيسة يعني ما كله إسرائيل يكوينه المرك مدود قول الله شيء رواه مسلم إذا سبحان الله والحمد لله والله كلك علايا وأنا ذكر يرو إسكال أن بضنيني هلا بضيو وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي من رمية أيمد إلى رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم فقال وحول نك رميها علمني نبي الله إبر كلاما ورؤيا هذا أقوله أن رهم كور ديو إلى أن كحسه قال وحول صحابي قل وحات هذا نبي وحول نبي وحول بصحابي إليه قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم سيداده قال رسول كحول قل وحاتد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر إله باوين كبيرا الله أكبر كبيرا كبيرا مركا إنا تلاذان وحالا مؤكدة مؤكدة إيو إنا تلاذان ومحذوفا ومنصوم بفعل محذوف لبدا بواو لمرا الله أكبر ألا وين كبيرا وحاوي حال كونه كبيرا إلهي أسوغو بوين أضال ليلة مركا ومنصوب بفعل محذوفنا كبرت كبيرا أرنيسا كبرت وحان وينيون تعظيمي كبيرا ألا إسكي بأوين ذات آني سفاني كما الغامب أما حالة كده يساوي حالة مؤكدة والحمد لله إلهي بأم هذا إسكالي كثيرا إن بضان أي حمدا كثيرا والحمد لله حمدا كثيرا إلهي بأم هذا لما هذا آدي هذا بضان وسبحان الله رب العالمين اللي أنك رب جساب عيب ونكهوفا ولا حول حيلدي كارتمله ولا قوة إيا أوضا وحقوق أبصد إلا بالله إلا بمعونة الله وحولهم وإيه العزيز قبتها عزيز كوحال أحد كوحو الدوني السماء السمائية حماننا آن لما رنكين مراد كيسي وجدوا لينا لقهر استاي كرين غالب كأ العزيز الله غالب كأدومي سكاذك أود له الحكيم فالكسن حكيم والذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب وأحدك أن أرنين أيسان كسوبحين حقنا أن سمين وحن صحنين أو وناكسنين حكيم وأحدك السمية وح وناكسن حلقو كو ناكسن يهاي إيو قوبت أو كو ناكسن يهاي كهبوني بزار أسوء حديث كمكو ورنيو ماشا العزيز الحكيم وحور دقاي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رواية سيدة سوي بزار مكورني العلي العظيم بس كمالهم بيتقيا مركا حكيمك وذا ذا قرقود وحيلي ومفعل ومحكم المحكم لخلق الأشياء وحسن الأفعال مركا وفعيل وبمعنى مفعلة وإنك صومر مفعول هي مفعل بهدي فعيل لو وريك لو لحظه حق لو وريك وحيكو تستاسفه ذاتيه ان ايتها سجيه ايتها
صحابي الرميقة قال إنك عربي وحويلي فهؤلاء لربي فقه سوفرس والرمي هدو يمت وأن عربي اللغة قرني وحولي إنتان شنطن ويروت وهول إلهي أمان وربي وينين لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجمل الله أكبر كبيرا لبو والحمد لله كثيرا صدح وسبحان الله رب العالمين أفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم نواشن شن ويردو وشن كلمه فهؤلاء ويرهات شنطة جملوين كاما كلمات كشنطة لربي ربي قيبا لغوينين هيا فما لي أنا أدون أهان محان نبي الله أن لها أنا وحان كدو عيسان لا إيشيك بول ربي وحان كوينين لها واد إيشيك تهي أنا وحان كدو عيسان لها نبي وكاربا وأني وأنا أكسن سؤال جيسو سأل فرعون قال سبحانه وحيد قل وحاجد هذا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ماشا واهدني وارزقني ولا حيسة روايات كحديثك الأولى يا هاي إيوه حديثك أبي مالك الأشجعي يكي أنس يكي معاذ بن جبل باء وحاكوي من وهدني وعافني وهدني وعافني وارزقني شنطاوي اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني شنطة 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 وريكو بيغني رواه مسلم رواية حديثك أوليها وحي عضي سمركو نبي الشنطة ويرضو الشيخ يهوري لا إله وحده ولا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو العزيز الحكيم مركو النبي الشنطة إسرع راعي وترسني نك رميق وحول الشنطة والدوبي ساسو يوري شنطة سيقول أقبتو حول النبي الله شنطة وان قرطي فما لي نبي الشنطة والشيخ شنطة وقبصدي طبعا كاس النبي وكاها يا ابن كاسو دقاقي سوق عمو ساود الدومين يا ابو لدقاق شنطة قونوها يا شنطة قونوها مركو عبار رسول النبي قدب هذا وحول قد ملأ هذا من يديه خيرا نينكا قعميس وحكب حسدي خير بكب حسد رواد حديثك وريح وحيدة هذين إن مركز شن لغوشة قعنتو ده همر لدوبو تنكان لدوبو ورقن كي عرب شن تكو حساب سنجرت وحساب العرب في الجاهلية ما قال دفك قرسين ساسان قوليها محن قوة ده شن ساعدان قول دهانا طوان إنه محن قنا ساينان دهانا شن إيا شن فرها تاقنا عرب وأساس وركضوا ساسوها قل وحاتي هذا اللهم اغفر لي الله ويداف ذنوب تيده هوري الله ويداف وارحمني إن حريصو مستقبل إيا ماضبا وهديني الله ويهانوني وهديني وامحي إلا الله وهانونك يقصك إين كرديو أدونك مسلم كإلهي بهانوني توحيد بالله وافجي أبو حاتم الرازي أبو حاتم البستي محمد حبان البستي وحوري في صحيحي وهديني وحالوجي ذا الثبات على الهدى وزيادة فيه إلو هنونك إغسطك إينو كردي باللوتشي ذا إما أها هنون عصب الله وإيب اللو ومحايا لغضو هنونسا إلو هنون ومستحيل بو لكن الله سلم ما يودا دا ديدا أدونك مسلمك هذي يقول هنون عصبه بها يمد لغسطه يمد ديراد سيدنا من نقطة إلو هنونك لهنونسي إسلامي مدو كو كاتا هاي الله إغسطك إينو كردي وي وعافني بلويين كالله يقع عافكو مصائب الدنيا كو اخربا وارزقني اله ويرزق ايمان صالح عمل صالح الدنيا بركيسا وح خير له رواه مسلم حديث كان مركه وحاكوي من روايات كيسه وحاكوي من شنطاس نينك يده هذا النبي عليه الصلاه والسلام فان هؤلاء يجمعنا لك دنياك واخرتك ساس الصحابي كويري شنطاسي ويرو وحي كو اورورين ايانو اي دمهيسترتين خير كادني من اخر ما كان مقن اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني نبي وشنتا نينك لي ما دو خير الدنيا اي خير اخر الرصدي او دمهيسترتي مركو دعاء قيمه بدني قالو دعيست احاديث قركود وحا كو يمد شنتا ويرو نبي وحو بري جير روح البوصو اسلام أو مالك الأشعر يقول واقو مركو بري ينصبنا حلقة يسيه فدي يسكو كله جري رقي الضمر با ضمر كو حيرنج النبي الله مركان تكنا محان كدو عيسنا شنطن بري جري نينك صو إسلام نبي الله مركان تكذا محان كدو عيسنا شنطن بري جري روح صو إسلام على بري جري
حديث طارق بن أشم أسوح كيف أقول إذا صليت؟ نبي الله مر كان تكذب محن كنت عايزة قل اللهم اغفر لي وارحمني وهديني وعافني وارزقني دعاء دعاء علوسوي روح صو إسلامي سيد وداد كذا توحيد قوة عيسى وأنا دعاء الله بره روح صلاة تكنية إسك هذا أور الدنيا يسوع خير الدنيا جمع فإن هؤلاء الكلمات الخمس شن تأور يجمع لك دنياك وآخرتك هل حفظي محي عليسو كويسا اللهم اغفر لي وارحمني وهديني وعافني وارزقني محاكا مقن دعو عليسو كويسو عافني باك فلان هداد في الدين تكبق يسو وهديني وارزقني باك فلان وعافني هداد دم داف ربطي نحريس اللهم اغفر لي وارحمني باك فلان وحي كتغن مجرو شنطا ويرود رواه مسلم.